سلم على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده وفي كل وقت وحين، نصلي عليه ونسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أحبتنا الكرام، وخير بداية مع خير الكلام والقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا.
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أحبتي